شاب سعودي متهور من مدينة ينبع يقفز على ظهر الحوت الطيب. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم. حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو في السعودية في ينبع لشاب سعودي يقفز بشجاعة على ظهر القرش الحوتي المعروف أيضا باسم قرش البهلوان. ثلاثة شباب في البحر الأحمر ينبع استطاع واحد منهم أن يصعد فوق ظهر الحوت. هؤلاء الشباب من مدينة ينبع التي تقع على ساحل البحر الأحمر في إقليم تهامة وتبعد حوالي 200 كيلومتر غرب المدينة المنورة، وكانوا على متن قارب في البحر الأحمر عندما اقتربت منهم الحيتان، حيث صارع أحدهم للقفز على ظهر الحوت الذي يعتمد في غذائه على العوالق البحرية. هذا الفيديو الذي يحبس الأنفاس بعد أن انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، حيث تباينت آراء متداولي مقطع الفيديو بين منجذب لهذا المشهد الخاطف للأنفاس وآخر منتقد لتصرف الشاب الغير مسؤول، وهو يلقب باسم الحوت الطيب وهو أليف ويتغذى على الفطريات والطحالب. لكن الكثير انتقد تصرف هذا الشاب الذي تباهى بأنه ظهر على ظهر الحوت بأنه عبث بالحياة الفطرية ولا يجوز التعامل بهذا الشكل.